يقوم بحصتنا من سحر وترويج ودوما تسلينا طوبي كتكت وكوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد الغدو والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها ينور العقل عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد مرحبا أحبائي عمو يزيد سعيد جدا بتواجدكم معنا هنا يا الشابين إذا أنتم يا أحبائي لا حبيتوا تحضروا كما هاد الأصدقاء اللي رام هنا ما عليكم إلا توجهوا الموقع الإنترنت عمو يزيد .com بالضغط على زرار شارك في حصتنا بهذا الطريق إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمو يزيد .com تضغط على زرار شارك في حصتنا تملأ الاستمارة ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني مرحبا بك إذا أحبائي لما تشاركوا في الحضور شوية على الصبر ورح نكلمكم كامل تعالي بنتي روحي الشابة واسمك بنتي روحي اسمك طويل احنا نعيطولك شيماء ولا وش نعيطولك كيما نحبو الله يبارك وين تسكني بنتي في بجاية في بجاية الجميلة تسلمي عليهم كامل كي تروحي ها الله يبارك الله يبارك تعالي تعالي بنتي روحي واسمك بنتي ألاء الرحمن ألاء الرحمن وين تسكني بنتي في باتنا في باتنا وش عندك هيك بنتي في يدك وش هو هذاك وش هي هذيك تيمقاد تيمقاد لي من عمو يزيد اوه جيبيها تشوف جيبيها جيبي عمو يزيد يحب الهدايا برافو جبتي هدية لعمو يزيد نعم نشوفوها الهدية هذه بين هدية رائعة اوه تصفيقة 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 احبائي تصفيقة تصفيقة تعرفوا تيمقاد تعرفوها مدينة أثرية جميلة جدا إذا بوبي احتفظنا بهذه الهدية الجميلة هذه في البيت نتاعنا مع من جيتي من بيتنا مع أبي وأختي وماما أختك وين راهي هي هنا تعالي بنتي تعالي روحي جبت هدية تاني برافو جيبي الهدية وتجيب لها الهدية وقفي هنا بنتي الشابة روحي روحي وقفي هنا واسمك بنتي سيدلا واسمك سيدلا اوه وشابة هكذا شاطرة بنتي وش عندك هنا بنتي هدية تاني وين نشوفوا الهدية اعطونا تصفيقة عليهم اعطونا تصفيقة اوه هدية اوه رائعة شوفوا احبائي الهدية شحال رائعة شابة الله يبارك بنتي برافو 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 الأوراس الشامخ مدينة باتنا تروحوا تسلموا عليهم كامل كي تروحوا يا أخي يا روحوا تقعدوا برافو بوبي احتفظنا بهذه الهدايا الجميلة تاع أحبائنا الأطفال اللي جابوها لنا تعالي بنتي روحي روحي بنتي واسمك بنتي آني آني وين تسكني في الجلفة في الجلفة أوكي تروحي تسلمي عليهم كامل في الجلفة يا أخي برافو بنتي برافو 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 أحبائي عمو يزيد يحبكم كامل روحي بنتي انتي قولي لنا وين تسكني تعالي تعالي بنتي واسمك بنتي نورهان نورهان وين تسكني نورهان بني عمران بني عمران الله يبارك بنتي تروحي تسلمي لهم كاع الله يبارك تروحي لعروسة تعالي بنتي واسمك بنتي سندس سندس وين تسكني سندس في بوسماعيل في بوسماعيل ولاية تيبازا الجميلة برافو برافو بنتي برافو برافو إذا أحبائي عمو يزيد يحبكم كامل ويحب يستضيفكم كامل نروحوا دركا نستقبلوا بريد أحبائنا الأطفال اللي بعتوه لنا عبر موقع الإنترنت عمو يزيد .com بالضغط على زرار آراء وملاحظات استقبلوا معي صهيب أصغر ساعي بريد تعال وليدي تعال تحية تحية صهيب مرحبا صهيب وش راك صهيب لاباس جبتنا بريد أصدقائنا الأطفال؟ لا برافو إذا ضعوا في علبة البريد باش عمو يزيد يقراه اليوم هنا في هذا المكان وانتم كذلك أرسلونا عبر موقع الإنترنت عمو يزيد .com باش نقرأوا الرسائل تاعكم شكرا 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 صهيب شكرا أحبائي في هذه الفترة هذه يوم 20 ديسمبر هو اليوم العالمي للتضامن الإنساني سي لا جورني انترناسيونال دو لا سوليداريتي هيومان وكذلك هو اليوم العالمي للإنسانية دو لومانيتي
أحبائي، على بالكم باللي العالم لو كان ما يكونش فيه تضامن إنساني ما يقدرش يعيش، لأنه الإنسان مهما كانت قوته مهما كان يجي يوم اللي يحتاج. مثلا أي أزمة في الجزائر، ولا بعيد شر زلزال، ولا بعيد شر أمطار غزيرة، ولا كما حدث في الوقت اللي فات ربي يحفظنا، لو كان ما نضمنوش حنا بيناتنا ونديروا التضامن الإنساني ما يقدرش المجتمع يكون مرتاح. يا أخي على بالكم لما مثلا يكون أي حادث هكذا في العالم، تشوفوا الجزائر وكل الدول تتسابق باش تبعث الإغاثات والإعانة. علاش؟ باش هكذاك لما بعيد شر أي بلد يكون فيه مشكل هما تاني رح يعاونوك. كيف كيما في العالم، كيما في البلدة، كيما في العائلة، لازم تعاون الناس باش يعاونوك. يا أخي أحبائي، أخذ وعطاء كما تدين تدان. تعاون جارك يكون عنده فرح يا أخي، ولا عنده قرح كذلك تعاونه هو تاني يعاونك لما يجي الدور عليك. إذن مهم جدا. ومن بعد عندي لكم مفاجأة، واحد الأغنية جميلة تتغنى بالإنسانية والحب. إذن أحبائي، تحبوا الألغاز والأسئلة؟ نعم. تحبوا الهدايا تانية؟ نعم. على بالي. سؤال اليوم يقول: جسم الإنسان فيه عظام يا أخي، كم من عظم في جسم الإنسان؟ كم يوجد من عظم في جسم الإنسان؟ قريتوها هذه. المفروض جسم الإنسان فيه عظام، شحال فيه من عظم؟ داكور، فكروا لغاية نهاية الحصة انتم وأصدقائنا لم يشوفوا فينا يقدروا يجاوبوا على السؤال ولا اللغز بهذا الطريق. إذا حبيت تجاوب على اللغز ما عليك إلا تروح الانترنت تكتب عمويزيد.com، تضغط على زرار جاوب على اللغز، تملأ الاستمارة. ما تنساش رقمك الهاتفي، بريدك الإلكتروني، والجواب على اللغز. حد سعيد. أحبائي، في انتظار الأجوبة تاعكم راح نروح ونكتشفوا شخصية مهمة، محمد العيشاوي مع آية بالعبيد. إذن تحية الآية، تحية، تصفيق عليها. مرحبا أصدقائي. مرحبا. اليوم سنتعرف على شخصية محمد العيشاوي زواوي، ولد بتاريخ 23 جانفي 1929 ميلادي في سي مصطفى. أصبح مسؤولا مشاركة فعالة في تحضير مظاهرات 8 ماي 1945 ميلادي، وابتداء من 1946 ميلادي التحق بأمانة الإدارة المركزية لحزب الشعب الجزائري. سافر سنة 1950 إلى فرنسا وقضى نحو سنتين في الدراسة والعمل بالصحافة، وتعرف على شخصيات لعبت دورا بارزا في الإعداد لثورة التحرير وتفجيرها، ومن هؤلاء محمد بوزياف ومراد ديدوش. عاد إلى الجزائر سنة 1953 ميلادي وهو صحفي يحمل بطاقة مهنية تخول له ممارسة مهنة الإعلام طبقا للشروط التي يحددها القانون. ولما اقترب موعد تفجير ثورة التحرير، اجتمع محمد بوزياف ومراد ديدوش بالصحفي المناضل محمد العيشاوي وأملايا عليه ما تم الاتفاق حوله في لجنة الستة. بعد الانتهاء من صياغة بيان أول نوفمبر مراجعته، انتدب العيشاوي لمواصلة المهمة برقنه وسحبه بقرية إيغيل إيمولا في ولاية تيزي وزو. صار أحد قيادات الولاية التاريخية الرابعة أثناء ثورة التحرير. استشهد بتاريخ 14 فبري 1959 المنطقة الثانية من الولاية التاريخية الرابعة أثناء اشتباك عنيف مع جيش الاحتلال عن عمر 30 سنة. برافو 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 برافو. رحم الله الفقيد محمد العيشاوي، كان صحفيا، هو اللي ملاو عليه قادة ثورة التحرير بيان أول نوفمبر، هذا البيان الذي طبع وسحب في قرية إيغيل إيمولا بتيزي وزو. أحبائي، رحم الله شهداء الجزائر حرة مستقلة بفضل تضحية شهدائها. يا أخي أحبائي، إذن أحبائي، مادام أننا نتكلموا على الإنسانية وعلى الإعانات الإنسانية، وكامل عمو يزيد دار لكم أغنية يقول فيها: من غير الحب ما نرضى. أبالكم أحبائي، من غير الحب في هذه الدنيا، هذه الدنيا ترجع فوضى. إذا الإنسان يحب والديه، يحب أصدقائه، يحب بلاده،
الحب مهم في حياتنا. تغنوا معايا من غير الحب. يلا أحبائي نغنوا مع بعض من غير الحب ما نرضى. من غير الحب ما نرضى، لا 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 ما نرضى، نكره ونحقد ونعادي نخليها الدنيا فوضى. من غير الحب ما نرضى، لا 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 ما نرضى، نكره ونحقد ونعادي ونخليها الدنيا فوضى. الله بالحب أولى، سبحان ربي المولى، أمرنا بالحب ربي ولهانا لا نكره لا لا. الله بالحب أولى، سبحان ربي المولى، أمرنا بالحب ربي ولهانا لا نكره لا لا. من غير الحب ما نرضى، لا 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 ما نرضى، نكره ونحقد ونعادي ونخليها الدنيا فوضى. نكره لا نعرف نحقد، في الدنيا قلب واحد، أفرحنا تحيا وتعاود، أحزننا أين عن تبعد. لا نكره لا نعرف نحقد، في الدنيا قلب واحد، أفرحنا تحيا وتعاود، أحزننا أين عن تبعد. من غير الحب ما نرضى، لا 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 ما نرضى، نكره ونحقد ونعادي ونخليها الدنيا فوضى. بالحب الأخوة تحيا، يعني الدين في الدية، لا نرضى يفرقنا عدو وقلوبنا تبقى منسية. بالحب الأخوة تحيا، يعني الدين في الدية، لا نرضى يفرقنا عدو وقلوبنا تبقى منسية. من غير الحب ما نرضى، لا 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 ما نرضى، نكره ونحقد ونعادي ونخليها الدنيا فوضى. لا 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 ما نرضى ونخليها الدنيا فوضى. نحبك يا أرضي وبلادي، يا حضني كنزي وزادي، نفديك بدمي وروحي من بعد أهلي وولادي. نحبك يا أرضي وبلادي، يا حضني كنزي وزادي، نفديك بدمي وروحي من بعد أهلي وولادي. من غير الحب ما نرضى، لا 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 ما نرضى، نكره ونحقد ونعادي ونخليها الدنيا فوضى. من غير الحب ما نرضى، لا 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 ما نرضى، نكره ونحقد ونعادي ونخليها الدنيا فوضى. برافو. من غير الحب ما نرضى. إذا أحبائي تحبوا ألعاب الخفة؟ يلا نروحوا مع عمو مراد لجنة مدينة البليدة في ألعاب الخفة. تحية عمو مراد. تحية تحية عمو مراد وفيفي، يلا تفضلوا. السلام عليكم يا أطفال. أنا طفل أمين أحفظ الأمان، اشتلع البال الصور. اشتي يا أطفال، عندي كتاب يا أطفال. فيفي نخلي لك هذا أمانة حافظي عليه. إيه يا أطفال، نخلو هذا الكتاب عند فيفي. إيه خليوه أمانة، دوك نجي باش ندير لكم لعبة سحرية. إيه صح. ما
الأمانة أصولها إن شاءني صاحبها سالمة وكاملة أردها لأهلها الأمانة أصولها إن شاءني صاحبها سالمة وكاملة أردها لأهلها. ما لك ما قلت لكم عن الكتاب هذا يا رو أمانة عند طاطا فيفي راح نديروا به واحد اللعبة. إيه يا أطفال ما لا دوك نقول ها يا أطفال ورم الصور اللي كانوا هنا شكون داهم؟ فيفي ديتهم؟ فيفي هكا ورم الصور نحفظ الرسومات بزاف تحبي الرسومات هكا ياك نحافظوا على الأمانة. كيفاش نديروا يا أطفال؟ عندي فكرة نتعاونوا؟ التعاون يا أطفال لازم كامل نتحدوا ونتعاونوا مع بعض لأنه في الاتحاد قوة وكامل كامل كامل يا أطفال نديروا الاتحاد تشدوا بعضكم بعض تشدوا بعضكم بعض تشدوا كل واحد يشد صديقه تشدوا هكا هكا شوفوا كيما أنا وفيفي تشدوا هكا هكا هكذا ديروا هكا في يديكم كامل نشوف يديكم دوك تشوفوا واش يصرى كي نتعاونوا و احسبوا معي قولوا واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة بدأوا يولوا الرسومات سبحان الله خصت حاجة وش خصها الألوان هيا نعاودوها كما مقبل نحسبوا واحد واحد ثلاثة عاودوا الله شفتوا يا أطفال هذه بالتعاون كي تتعاونوا شفتوا واش يصرى عطيني تصفيقة حرة برافو شكرا مع السلامة برافو برافو باي باي برافو 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 عمو مراد. أحبائي التعاون مهم والصون الأمانة إنسان كي يخلي عندك أمانة لازم تحافظ عليها برافو أحبائي يجب رد الأمانة لأهلها برافو أحبائي. أحبائي راح نروحوا دركا مع ياسمين في فقرة هل تعلم نكتشفوا معلومة تفضلي ياسمين تفضلي بنتي تفضلي تفضلي بنتي مرحبا يا أطفال مرحبا هل تعلم أن حمام بوحنيفية في ولاية معسكر يعد أقدم الحمامات في الجزائر حيث يعود إلى قبل 2000 سنة في العهد الروماني برافو 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 ياسمين إذن أحبائي تعرفوا حمام بوحنيفية في معسكر؟ هو أقدم الحمامات المعدنية في الجزائر يعود تاريخه إلى أكثر من 2000 سنة إذن لازم نعرفوا هذه المعلومات على بلادنا يا أحبائي تحبوا الحكايات؟ نروح ودركا نكتشفوا الحكاية الجميلة البطل المخدوع يلا معي إذن أحبائي كما وعدتكم رح نحكي لكم حكاية البطل المخدوع واحد النهار كان واحد البطل هذا البطل مشهور في رياضة الجولف تحصل على جائزة جائزة ربح مسابقة وكامل عطاولو شيك يعني نقود على شكل شيك هكذا وفرح بهذيك الجائزة وكامل من بعد كي خرج لبرا كي طلع في الطوموبيل تاعو جات واحد المرأة هكذا تجي لعندو دقدق عليه دقدق عليه قالها واش كاين قالت له حبيت نهضر معك كي خرجت باش يهضر معها قالها واش كاين قالت له عندي وليدي مريض لازم يدير واحد العالم عمليه جراحيه في واحد المستشفى وهذاك المستشفى غالي وانا ما عنديش وليدي راح يضيع مني وكذا غطوا هذيك المراه واش يدير حكم هذاك الشيك عطاه لها قالها معليش انا بالعقل ونعاود نربح جائزه اخرى ولا بصح انت راكي اولى بهاد النقود هذه باش تروحي ديري العمليه لوليدك عطى لها هذاك الشيك وراح لدارو راح ومن بعد فاتوا الايام واحد النهار كان في واحد المطعم كان ياكل هكذا جاه واحد انسان قال له شفتك هذاك اليوم نهار عطيت لهذيك المراه وكامل واش عطيت لها وكامل قال له ايه عندها وليدها قال له للاسف باش نقول لك ما عندهاش ما با وليدها قال له كذبت عليك قال له ما عندهاش وليدها وكذبت عليك وكامل فرح هو قال له اسمع ما عندهاش وليدها مريض قال له لا قال له الحمد لله يا ربي الحمد لله شوفوا الانسان لما تكون عنده الانسانيه لما قالوا ما عندهاش وليدها مريض ما فكرش في الحيله اللي دارتها معاه ودات له دراهم قد ما فكر في الحيله انه الحمد لله انه ما كانش طفل مريض عمو يزيد الحكمه التي نستخلصها من هذه القصه هي
حاول دائما أن تركز على الناحية الإيجابية من الأمور مهما كانت الظروف التي تحيط بك سلبية ومؤلمة، ولا تندم يوما على معروف عملته بنية صافية وإن تم خداعك. برافو 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 برافو. أحبائي على بالكم بالمرات الإنسان لما يجي يدير صدقة يبدأ يفكر، قول يا ربي وهذه الصدقة هذه راح يزعم يوصلها لموالها وكامل. الإنسان ما لازمش يفكر هكذا، يفكر دائما على الجانب الإيجابي، هو يتصدق يدير نيته وخلاص. ياك يا أحبائي يلا معي. إذن أحبائي كما قلت لكم، الإنسان لما يدير معروف ولا يدير صدقة ما يبدأش يفكر يا هل ترى المعروف هذا راح يوصله لمواليه، راح يلحق للإنسان اللي محتاجه كامل. ما لازمش تفكر هذا التفكير، دائما دير النية ديالك وخلاص. ياك يا أحبائي، شكون اللي عنده نكتة جميلة؟ تعالي بنتي، أرواحي بنتي، تعالي أقعدي شابة. واسمك بنتي؟ لبحي ويصال. ويصال، وين تسكني ويصال؟ حراش. في الحراش، خيار الناس بنتي. حكينا نكتة تاعك بنتي. كان واحد راجع غبي، مدل واحد راجع غبي هدية ببغاء. مدتك بعد أيام كي تلقى به قال له واش هو الببغاء؟ قال له قو تاعو كيما تاع الدجاج. كلا. برافو برافو، تعالي بنتي أرواحي. أرواحي بنتي. تعالي أقعد الشابة. واسمك بنتي؟ أميرة. أميرة، وين تسكني أميرة؟ في تيبازا. في تيبازا، حكينا النكتة تاعك بنتي. أم يزيد عندي سؤال. تفضلي. حجرة فوق حجرة في وسطها روح. حجرة فوق حجرة في وسطها روح. وش هي هذه؟ هي وش هي؟ سلحفات. سلحفات، برافو 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 بنتي، برافو برافو. تعال تعال وليدي، تعال اروح وليدي اقعد. تفضل. واسمك وليدي؟ منصف بن عمار. واسمك؟ منصف بن عمار. بن عمار، كيفاش بن عمار؟ منصف بن عمار. اه منصف. ايه. الله يبارك. وين تسكن وليدي؟ في بليده. وين؟ في بليده. بليده، خيار الناس خيار الناس. احكي لنا النكته تاعك وليدي. كان في مكان في قديم الزمان، هنا كانت أستاذة، كان لديها تلميذين أتوا متأخرين. قالت الأول لماذا أتيت متأخرا؟ قال كنت نائما. والثاني قال الثاني كنت نائما. راكدين في زوج. قالت له ماذا نمت؟ الأول قالها كنت راكبا في الطائرة، كنت ذاهبا إلى بجاية. والثانيا قاله كي كان في الطيارة كنت مدح فيه. كان مدح فيه، كان ينوم كيف كيف. برافو 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 برافو. تعالي بنتي تعالي، أروح الشطر. تعالي أروح بنتي، أقعدي. واسمك بنتي؟ ريتاج فاطمة الزهراء. ريتاج فاطمة الزهراء، الله يبارك بنتي، مرحبا بك. وين تسكني بنتي؟ بوسماعيل ولايتي. في بوسماعيل، الله يبارك. حكينا النكتة تاعك بنتي. كان واحد النهار واحد المرأة قالت لوليدها روح شري لي خبزة. صدم في البواطو، راح عند المخبزة، قال له عطيني دبزة، طالو زوج دبزات. قالت له راح عند يماك، صبته يبكي. قالت له واش بيك؟ قلت له عطيني دبزة، عطاني زوج دبزات وجيت نبكي. باش يقولوا خبزة قالوا دبزة. الله يبارك الله يبارك الله يبارك. أحبائي لحقنا دركا الركن الرسائل اللي تبعتوهم لنا باش عمو يزيد يقراهم هنا في البرنامج. إذا طاطا فيفي جيب لنا رسائل أصدقائنا الأطفال، وانتم يا أحبائي اللي حبيتوا عمو يزيد يقرأ الرسائل تاعكم في البرنامج، ما عليكم إلا ترسلونا عبر موقع الإنترنت عمو يزيد .com بالضغط على زرار آراء وملاحظات. شكرا طاطا فيفي، شكرا، تحية لطاطا فيفي. الرسالة الأولى، مهدي إثار كيان، مدينة تيارت. الرسالة تقول: حصة رائعة للأطفال وعالم البراءة للتعارف والمعلومات، ربي يوفقكم ويسهل أموركم. عمو يزيد متى تشرفونا في مدينة تيارت؟ نحن بانتظاركم. الله يخليك مهدي إثار كيان، بربي إن شاء الله نزوركم في مدينة تيارت الجميلة في أقرب وقت إن شاء الله. الرسالة الموالية،
مقدر إياد عبد المعين 9 سنوات مدينة قسنطينة. قال لكم الحصة جميلة وأتمنى عمر طويل لعمو يزيد، يا رب يحفظك يا رب، يا ربي طول عمرك مقدر عبد المعين. عمو يزيد كذلك يحبكم يحبكم يحبكم. الرسالة الموالية: بديرينا محمد 18 سنة مدينة بريان ولاية غردية الجميلة، نشكر عمو يزيد على هذا الحفل الرائع، حفل مدينة بريان اللي كنا درناه كان من أروع ما يكون. الجولة اللي قمنا بها في ولاية غردية كلها كانت من أروع ما يكون. نشكر عمو يزيد على الحفل الرائع والجميل الذي أقامه في مدينة بريان، ونتمنى له مزيد من النجاح والتوفيق، ونتمنى أن تزورنا في ولاية بريان لمرة أخرى. إذا إن شاء الله ولدي. زوين جمانة 9 سنوات مدينة بسكرة، أنا أحب الحصة يا عمو يزيد لأنها ترفيهية للأطفال وتسليني كثيرا، أتابعها دائما وشاركت فيها وأعجبتني كثيرا، وأتمنى للأطفال النجاح في الدراسة، فأنا أحب الأطفال المجتهدين. برافو برافو جمانة 9 سنوات زوين مدينة بسكرة. الرسالة الموالية: أوراع أحمد جاد ولجين 5 سنوات و9 سنوات مدينة البوني ولاية عنابة، السلام عليكم عمو يزيد، رانا نحبوك ورانا حابين نشاركوا معك في الحصة، أنا لجين وأخويا أحمد جاد. إذا مرحبا بكم، مرحبا بكم وبناس عنابة أحبائنا. الرسالة الموالية: حسين نوال 40 سنة مدينة غوتنبرغ بالسويد، أرسلونا إذن حسين نوال 40 سنة مدينة غوتنبرغ أون سويد بالسويد. قلت لكم السلام عليكم أخي يزيد، أنا أخت جزائرية من السويد، أتابع حصتكم مع أطفالي لكي يسمعوا على لكي يسمعوا دائما اللهجة الجزائرية وخاصة اللغة العربية، حصتكم كثير ثقافية وتربوية في نفس الوقت، أتمنى لك الاستمرار إن شاء الله مني ومن أبناء التوأم أبو بكر الصديق وزهرة نور الهدى كل التماني والأماني، خاصة بحلول السنة الجديدة كل عام وأنتم بألف خير. إذا حسين نوال مدينة غوتنبرغ بالسويد، شكرا على المراسلة وربي يحفظ لك أولادك ويحفظكم كذلك. إذا أحبائي عمو يزيد يحتفظ بهذه الرسائل الجميلة، والحقنا دركا للجواب عن السؤال: ما هو عدد عظام جسم الإنسان البالغ؟ عدد عظام جسم الإنسان، تعالي بنتي اروحي، تعالي الشابة، واسمك بنتي؟ زينب مسعود. زينب الله يبارك، وين تسكني زينب؟ في درقانة. في درقانة خيار الناس. شحال كاين عظم في جسم الإنسان؟ 735 عظم. لا 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 لا، أقل 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 شوية بنتي، أقل أقل أقل، مشي لهذه الدرجة، أقل شوية. تعرفي؟ تعالي تعالي بنتي، واسمك بنتي؟ بشنا ميسم داوية. اسمك طويل، احنا كيف نعيطوا لك؟ ميسم. ميسم الله يبارك، اسمك شباب. وين تسكني بنتي؟ في وهران. في وهران الباهية. شحال في عمرك؟ 7 سنين. 7 سنين. شحال كاين من عظم في جسم الإنسان؟ 7. 7؟ لا لا أكثر شوية، أكثر 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 أكثر. تعال تعال ولدي، واسمك ولدي؟ منصف. منصف، قلنا شحال كاين عظم في جسم الإنسان منصف؟ 214. ما راكش بعيد بزاف بصح، ماشي 214، أقل شوية برك. تعالي بنتي تعالي تعالي بنتي، واسمك بنتي؟ اسمي بن حسن حميدة. حميدة، وين تسكني بنتي؟ دال إبراهيم. في دال إبراهيم. شحال كاين من عظم في جسم الإنسان؟ 206. 206، برافو، تصفيق عليها تصفيق عليها تصفيق عليها. على بالكم أحبائي يوجد 206 عظم في جسم الإنسان، ولكن هذا الجسم الإنسان البالغ، ولكن الطفل البيبي كيزيد يعني الرضيع يكون عنده أكثر من 300 عظم، ولكنها تتلاحم فيما بعضها من بعد. لذا الإنسان البالغ عنده 206 عظم في جسمه. برافو برافو، أعطيه الهدية تاعها، أعطيه الهدية تاعها. إذا حميدة بنتي
شركة شيبس مهبول مع عمو يزيد يعطوك هذه الهدية الجميلة إن شاء الله تستفدي بها. العفو العفو بنتي، تفضلي تفضلي تفضلي. إذن أحبائي، في كل حصة نستضيف طفل ولا طفلة يحتفل بعيد ميلاده في حصة عمو يزيد، وانتم إذا حبيتوا تحتفلوا بعيد ميلادكم في حصة عمو يزيد ما عليكم إلا توجهوا للبريد، ترسلونا بخمس قاسمات من علب حليب رامي على العنوان التالي: صندوق بريد 42000 ستوالي العاصمة 16062 الرمز البريدي. اليوم معنا موسى محمد آدم. تعال آدم، تعال وليدي، عنده عيد ميلاده اليوم. تعال آدم، أروح وليدي، حنا نغنوا له عيد ميلادك أحلى عيد، وأصدقائنا يروحوا يجيبوا لنا الكاتو تاعه. أروح آدم. عيد ميلادك أحلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد. سعادة وهنا إن شاء الله يا ربي جميع سنة وتعيش أيامها أفراح، إن شاء الله يا ربي جميع سنة وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا، نزهى نمرح غني نفرح ونعيش أحلى الأوقات، نزهى نمرح غني نفرح ونعيش أحلى الأوقات. هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. بابا وماما يدعو له واصحابه ويباركوا له، وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو، وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة. برافو برافو برافو. إذن آدم عمو يزيد يشعل لك الشمعة. راح ندير له عدة نزولي دركا. إذن أحبائي، أربعة طفي لنا الشمعة. يلا 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 طفي. برافو 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 آدم، برافو، أعطيني الشهادة تاعه. إذن موسى محمد آدم عمو يزيد يعطيك شهادة إنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد، وانتم كذلك يا أحبائي كل واحد فيكم راح يتلقى شهادة هكذا باسمه يحتفظ بها كذكرى. فوالا هذه تاعك وليدي، أعطيه الهدية تاعو. فوالا إذا وليدي آدم كما وعدناك شركة رامي مع عمو يزيد يعطوك هذه الهدية الجميلة إن شاء الله تستفاد بها. إذا أنا ما بقى لي إلا نقول لكم بقوا على خير، استنونا في الأسبوع المقبل على نفس القناة نفس التوقيت، نحبكم يا أطفال. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء، لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء، لا ننساكم لا تنسونا، أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم لا تنسونا، أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد.
نشكر حصة عمو يزيد. سجلنا في لاسيت واليوم استضفنا عمو يزيد ونتمنى له إن شاء الله المزيد والنجاحات لهذه الحصة. لنا الشرف العظيم أننا نجوا للحصة هذه. فرحوا بزاف كي جاوا هنايا. نتمنى لهم ثاني الرقي في هذه الحصة تاعهم إن شاء الله. صح عمو يزيد. شكرا عمو يزيد. شكرا عمو يزيد. شكرا عمو يزيد. شكرا عمو يزيد على عيطنا يا تكسي. تعالوا هلموا إلينا الضفوع عمو يزيد.